السلام عليكم. لو كنكملوا لا فورماسيون ديال الكاتيون، دابا غنشوفوا ليكستريزيون. رغم ان ليكستريزيون شفناها في عده حالات قبل، دابا نعاودوا نشوفوها باش نطيو الكور ديالها. بالنسبه ليكستريزيون لو سامبل ديالها بحال هكا، هاد لا فونكسيون شنو تدير؟ تدير واحد ليكستريزيون. دونك غنشوفوا اشنو نقدر دير، اشنو لي تيب لي فيها ديال ليكستريزيون. Donc cette fonction permet de générer des volumes cylindriques en définissant une section I est une génératrice. Il est largement utilisé dans les modélisations volumiques. Certains paramètres ou options ne sont pas apparents dans la fenêtre de base. Pour les modifier, vous devez utiliser le bouton plus. Vous devez utiliser le bouton plus de la fenêtre d'édition de la fonction. Les profils. Je vais te dire. Donc les profils qui n'ont pas les paramètres obligatoires ou qui les paramètres optionnels. Un ou plusieurs profils, le paramètre obligatoire, un ou plusieurs contours fermés. Donc, d'abord, il y a un outil ou plusieurs fermés. Je vais te dire un outil, analyse d'esquisse, pour que vous voyez ouvert, je vais te dire l'extrusion, je vais te dire une opération en 3D. Donc, obligatoire. Limite d'extrusion dans un sens 2 ou 2. Cette limite peut être définie par longueur. لونغور مثلا تنقولوا يعني الطول ديالها بشحال هي الارتفاع ديالها او بيان جوسكو او سويفون ليكستريزيون بوز جوسكو رونكونتري اون سيرفاس يعني جوسكا يعني تبقى غادا تلقى واحد لا سيرفاس جوسكو او ديرني ليكستريزيون بوز جوسكو لا ديرنيير سيرفاس الاخر ديال السيرفاس الاخر ديال لوبجي ستوقف Jusqu'au plan désignation, tu jusqu'à un plan, plan de référence. Ou là, jusqu'à la surface, désignée d'une surface comme limite. Ou là, tu jusqu'à la surface. Une fois, jusqu'à l'intérêt de définir les surfaces. Ou là, paramètre optionnel, direction d'extension. Arrête aux surfaces définissant la normale par défaut perpendiculaire au plan d'esquisse. La extension symétrique, l'extension est symétrique par rapport à un plan d'esquisse. Donc, on va essayer de faire un cas. Je vais voir les cas. Donc, on va aller chez le quartier. Je vais faire l'extrusion. Donc, on va faire le quartier. Ok. Donc, on va démarrer conception par design. هنا نقدر تسمي مثلا نقول لي ريكتونجل ريكتونجل مثلا ريكتونجل اوكي غتنومي هنا ناخذ ان بلون اكس ايغريك نقول له مثلا ريكتونجل نعطيه كوتاسيون مثلا نقول له هنا مثلا عندي 50 هنا عندي مثلا 100 نقول لي باش بغي ندخل تراويدي ندير سورتي لاتولي نقول لي ليكستريزيون على بار ديال ليكستريزيون هنا شنو عطاني كاين بروميير كاين ديفينيسيون ديال ليكستريزيون كاين بروميير ليميت تيب الا درت لونغور غتخرج لي لونغور مثلا في 20 دونك بار ديال 20 ولكن الا درت انفيرسي ديريكسيون غتهبط لي لتحت خليها بحال هكا هنا كاين عندك جيسكا او سويفون دونك جيسكا او سيفون جيسكا او ديرني جيسكا او بلون جيسكا لا سيرفاس وهنا عندنا اكستونسو سيميتريك الا درنا اكستونسو سيميتريك تيعطيك بحال 20 في واحد لو سونس و 20 في واحد لو سونس واحد اخر يعني دو ديريكسيون وهنا كاين عندي البلوس عندي البلوس البلوس شنو الدور ديالو هو انك مثلا بغيتي انت في واحد واحد لونغور ولا في واحد جيسكا او بلون ولا جيسكا او سويفون هادي غالبا تستخدم جيسكا او لونغور نقول ليه لونغور الاول مثلا بغيت فيه دابا خصني نكون محيد هاد حيده نقول ليه لونغور الاول فيه 20 ولكن لونغور الثاني بغيت فيه مثلا 50 ندير لابيرسي ونشوف دونك لاحظ معايا انه خرج لينا خرج لي دابا يعني واحد ليكستريزيون في واحد بارابور ان بلون ميليو لي ديسينيت في ان ريكتونغل 20 الفوق و 30 و 50 لتحت و 50 اوكي هنا نجي ندير مثلا واحد السيركل هنايا ونشوفو شي اوبيراسيون ندير واحد السيركل ولا ندير مثلا ريكتونغل
رتانجل نحاول ندير عطيه كوتاسيون نقول مثلا خلي لي 5 ونقول له هنا 5 ونقول له هنايا مثلا 5 بحال قلت لي مير كوتاسيون كونترانت 5 وهنايا 5 اوكي دونك الى درت سورتي لاتولي نقول له عندنا هاد لوبيراسيون نقول له جيسكا او بلون جيسكا او بلون نقول له بوش ولكن هنا ناخذ لي تيب نقول له جيسكا او بلون كال بلون انديفيني انا اللي غنمشي حتى البلون واحد اوكي فوالا دونك هنا مشات ليا البوش جيسكا او بلون جيسكا او بلون انا خديت واحد لو تيب دابا ديال لو بلون الا جيت مثلا خديت نعيدو هادي نديرو اوبسيون واحده اخرى الا جيت قلت ليه مثلا بوش واش كاين نديرو جيسكا او سويفون با سويفون اوا يعني بحال قلتي اطرافيرتو جيسكا او سويفون بقى غادي حتى الاخر عفوا ناخدو بوش نبين لكم هنا ناخدو بوش راه كي بوش كي اكستريزون ميم شوز نقول جيسكا او ديرني ميم شوز هل قلتي اطرافيرتو اوكي نقول لي هنايا جيسكا بلون جيسكا لا سيرفاس كان سيرفاس نقول لي مثلا نقول لي هاد السيرفاس هادي اوكي لا دونك هادو هما الحالات تقريبا ديال ليكستريزيون اللي قدر يكونوا دونك حاول جبت الحالات تقريبا ديال ليكستريزيون كاملين وحاول شرحتهم كاملين شرح ديال لي بلون جيسكا سويبون جيسكا دغني جيسكا لا سيرفاس دونك هنا باش ما نطولش لكم بزاف دونك بلي شفنا هاد لوبسيون هادي الحصه الجايه ان شاء الله ولا سميتو غنشوفو ليكستريزيون افيك ديبوي اي كونجي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.